الكلمة الطيبة. طبعا هو أكيد أنه من أكثر الأشياء اللي تخلي الإنسان يتحفز ويتشجع لأداء عبادة الصيام رغم ما فيها من مشقة ورغم ما فيها من تعب ومن تضحية، أنه الإنسان يتوقع بل يؤمن ويعتقد أن هذه المشقة أن هذا التعب لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى. فمعرفة أجر الصيام، معرفة ثواب الصيام، يخلي الإنسان قادر على أداء هذه العبادة بأكثر إتقان وبأكثر تحفيز. والآيات التي تبين ثواب الصيام أو الأحاديث النبوية التي تتحدث في الموضوع هذا كثيرة جدا يصعب عدها. من أبرز الآيات آية طويلة تحدث فيها ربي سبحانه وتعالى على صفات كثيرة، إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات، استرسل في ذكر تقريبا 10 صفات ذكر منها والصائمين والصائمات، وختم الآية بقوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فثواب الصيام هو أن رب سبحانه وتعالى يجعل هذا الصيام سببا في مغفرة الذنوب، في العفو على الإنسان، ويعيده بأجر عظيم، بأجر كبير يصعب حده ويصعب حصره. من الأحاديث أيضا اللي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثواب الصيام وفضله عند رب سبحانه وتعالى، يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المقصود بكلمة إيمانا واحتسابا بمعنى أن هذا الصوم يكون الدافع عليه الأساسي هو الإيمان، هو الرغبة في مرضاة ربي سبحانه وتعالى، هو الاحتساب. الاحتساب بمعنى رجاء الأجر والثواب. يعني الإنسان في النهاية ما يصومش باش الناس يقولوا صايم، ما يصومش لأجل فقط الفوائد الصحية وإلا النفسية اللي في الصيام، وإنما يكون الغاية متاع الصيام ونيته في الصيام هو إرضاء ربي سبحانه وتعالى. فمن صام رمضان بهذه الخلفية بهذه النية وعده النبي صلى الله عليه وسلم بغفران ما تقدم أي ما سبق من ذنوبه. أيضا من الحديث اللي بين فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ثواب الصيام قوله إن في الجنة بابا يقال له الريان، اسمه معناه باب الريان، هذا باب في الجنة يدخل منه الصائمون يوم القيامة. فتخصيص الصائمين بباب مستقل في الجنة يدل على عظمة هذه العبادة وعلى عظمة أجرها. وكان استرسلوا في ذكر الأحاديث والآيات اللي في الموضوع هذا يصعب أن نحصيها، ولكن فما حديث كأنه حديث جامع يجمع لنا كل ما في الصيام من فضل ومن ثواب. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويروي هذا الكلام عن الله سبحانه وتعالى، يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يعني كأن الحديث هذا يبين خصوصية الصيام، يبين أن الصيام عبادة متميزة ومتفردة عن سائر العبادات. هو أكيد جميع العبادات لله، ما معنى أن يقول إلا الصوم فإنه لي، يعني لله، وإحنا نعرفه أكيد جميع العبادات لله، هو اللي مشي يجازينا بها، هو اللي مشي ثيبنا عليها. علاش خصص الصوم؟ حتى ينبهنا إلى بعض ميزات وخصائص لهذه العبادة تميزة على سائر العبادات. مثلا قالوا الصوم عبادة لا يطلع عليها الناس، الصلاة مثلا أو الزكاة أو الصيام، إنسان يصلي حركات ظاهرة نجم نشوفه اللي هو قاعد يصلي، حتى لو ما يصليش في الجامعة يشوفه عائلته اللي هو يصلي، إنسان يحج ما فيش حتى شك الناس كل تسمع وناس كل تشوفه، إنسان يخرج الزكاة على الأقل مهما يخبيها في النهاية الزوالي مش ياخذ من عنده الزكاة أو المصرف اللي مش حط فيه الزكاة متاعه مش يعرف إنه الشخص ذاك أخرج زكاته. فأغلب العبادات يصعب إخفاؤها، ولكن الصيام في النهاية عبادة لا يطلع عليها أحد. أنت تشوف إنسان أمسك عن الطعام والشراب تجمش تعرف هل هو أنه أمسك عن ذلك من باب الصيام وإلا لأنه كان واكل وشبع ما عاش يحب يزيد يأكل وإلا أنه ملقاش حاجة يأكلها وإلا إنسان يعمل في حمية. فترى الصورة واحدة أنه ناس تمتنع عن الطعام والشراب، ولكن في النهاية ما تجمش تعرف النية متاعه، النية متاعه حاجة مخبية أنه يصوم بقصد مرضات الله سبحانه وتعالى. فالصيام عبادة بعيدة شوية على خطر الرياء، على خطر أن تظهر للناس والإنسان يعملها باش الناس يقولوا هاو فلان صايم. فإذا كان نفترضوا إنسان حتى يصوم في سائر الأيام وما يقولش ما يعلمش الناس أنه صايم، أحيانا ما يتنبه حد إلى هذه العبادة خلافا لسائر العبادات. قالوا أيضا من وجوه تميز عبادة الصيام عن بقية العبادات، بقية العبادات عندها أجر معلوم محدد عند ربي سبحانه وتعالى، بينما أجر الصيام مش محدد، بمعنى أجر الصيام أجر مفتوح لا عد له ولا حساب ولا حصر. ربي سبحانه وتعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب،
إذا كان أجر الصبر ما عندوش حساب عند ربي، يعني أجر لا محدود، والصوم قائم أساسا على خلق الصبر، هو في النهاية صبر من الفجر إلى المغرب عن جميع المفطرات، فالله سبحانه وتعالى يعد الصائمين الصابرين بأجر لا حدود له. هذا شيء تميزت به عبادة الصيام. وعليك في آخر الحديث يقول وأنا أجزي به، معناها ربي سبحانه وتعالى هو اللي يمشي جازينا بالصيام. وإذا كان الكريم ربي سبحانه وتعالى اللي ما يحسبش مع عباده، إذا كان هو مشي تولى جزاء، فإحنا نعرف أن الجزاء سيكون عظيما وسيكون جزاء وفيرا يناسب كرم الله ورحمته بعباده. الكلمة الطيبة.